احنا معانا دكتور حسام عبد الغفار، برحب بحضرتك معانا يا فندم، المتحدث طبعا باسم وزاره الصحه. اهلا بيك يا دكتور. مساء الخير استاذ شريف، تحياتي لحضرتك. تحياتنا لحضرتك. هو ايه الخطوه اللي بتتم دلوقتي على مستوى وزاره الصحه وعلى مستوى اغلاق المستشفى ده، بسبب اللي حصل ولا بسبب ملاحظات او مخالفات تانية لقيتوها في المستشفى؟ يعني خليني بس اقول لحضرتك عشان بس تبقى الصوره واضحه لدى حضرتك والساده المشاهدين، انه ما هي العقوبات او الاجراءات التي يتم اتخاذها او التي تترتب على الخطا او الاهمال الطبي في حال ثبوت. ايوه احنا عندنا هناك عقوبات جنائيه وهناك عقوبات مدنية وهناك عقوبات مهنية وهناك عقوبات إدارية. أي. العقوبات الجنائية اللي والمدنية بيتولاها القضاء من خلال مفهوم النيابة العامة، تحيات النيابة العامة. وإذا ثبت ذلك بتتم من خلال، والموضوع الآن اللي بنتحدث فيه هو تحت تصرف النيابة العامة بهذا الشأن. طيب على المستوى الإداري، على المستوى المستشفى لماذا تم إغلاقها؟ المستشفى تم إغلاقها لما ذكر في قرار الإغلاق لسببين، وهو مخالفة اشتراطات الترخيص ومخالفة قواعد مكافحة العدوى. ده السبب. مخالفة اشتراطات الترخيص دي لا تعني أن المستشفى مش مرخصة، لكن تعني أن المستشفى مرخصة، ولكن كانت هناك مخالفات مرتبطة بالأداء الذي رخص للقيام به. وجزء من الأداء ده مرتبط بحالة مارينا ولا لا يا فندم؟ جزء من الأداء ده مرتبط ب انك تعمل حاجة مش مفروض انك تعملها، انك بتعملها جوه المستشفى. جوه المستشفى، او انك تعمل حاجة انت لم يرخص لك بعملها، او انه اذا كان المفترض انك لو عملت ده يبقى عندك جزء اخر مكمل للجزء اللي انت عملته وهو غير موجود. وده ينطبق على الحاله اللي احنا بنتكلم عليها؟ مخالفه الاشتراطات طبعا ينطبق على الحاله اللي احنا بنتكلم عليها. يعني هم عملوا اجراءات مع مارينا مش مرخص ليهم انهم يعملوها. عملوا اجراءات مخالفه لشروط الترخيص. مش ما هو ده مش مرخص ليهم انهم يعملوها. وهل دي بتشكل برضه جزء قانوني حضراتكم هتبقوا طرف فيه عشان يترفع يعني هناك جزء قانوني قام به اهل الفقيده رحمه الله عليها، وهو في حوزه النيابه العامه وتقوم به. مفهوم. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا دكتور حسام الغفار، متحدث باسم وزاره الصحه. تحياتنا لحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب.